لله طبعا على النتيجه النهارده. انت شفت يمكن واحده واحده بندخل الناس المصابه، يمكن احمد اشرف دخل من الماتش اللي فات واحرز هدف يمكن من الاهداف الموسم بالنسبه لنا، وهو كابتن الفرقه. مغربي السرد باك يمكن الوقت ما ساعدش ان احنا لشده الماتش، ولسه راجع، المفروض ياخد المرحله الجايه. واحده واحده كده اللعيبه بتبدا ترجع ان شاء الله، واحده واحده ان شاء الله الاداء بتاع النادي الاهلي فرقه 2001 يرجع تاني. اتمنى ان شاء الله ان كل المصابين اللي عندي وكل اللي غايبين يرجعوا، هتشوفوا فرقه تانية، هتشوفوا فرقه مختلفه. انا ما اعرفش يعني مش مستاهله خالص طرد، وخلي بالك يمكن انا في كل ماتش كده، انا كل ماتش طرد مش طرد، بس انا ما اعرفش هو قال له ايه، يمكن قال له حاجه، قال له لفظ خارج أو بس يعني على الاقل يعني انذار للاعيب ده وانذار للاعيب، لو هو شايف ان هو حاجه خطر قوي يعني او حاجه كلموا بعض بطريقه غريبه، لكن طرد كده دي حاجه غريبه. انا كل ماتش كده يعني، انا كل مباراه بالنسبه لي الطرد ده شيء معتدل، الفرقه بتلعب ناقصه من اول دوري يعني، انا بعمل كده يعني. طول عمرنا فاروق احنا الحمد لله النادي الاهلي مليان بطولات، يمكن القطاع الناشئين مليان بطولات، فاحنا دلوقتي احنا بنركز على اللعيب درجه اولى، بنطلع لعيب يخدم الفريق الاول، يخدم القطاع الكبير من الجماهير اللي بتحب النادي تتفرج تستمتع بيه، وده اللي بنتمناه يعني. الحمد لله النهارده مكسب مهم في توقيت مهم، احنا كنا محتاجين المكسب ده يرجع لنا الثقه في نفسنا تاني. حصل لنا كذا دروب الفتره اللي فاتت، وطبيعي يعني مفيش فرقه بتفضل تكسب على طول، ولا فرقه بتفضل طول عمرها فوق، بس احنا الحمد لله قدرنا اهو، بنحاول نستعيد من تاني فريق 2001 في النادي الاهلي، والحمد لله مكسب مهم النهارده، ولسه الدوري في الملعب يعني، لسه الدوري طويل ونقدر ان شاء الله نحسمه يعني ان شاء الله. اصابه طويله طبيعي في الاول بيبقى فيه رهبه، دي طبيعي عند اي حد، بس الحمد لله الجهاز الفني كابتن احمد سراج كابتن ممدوح جاز كله واللعيبه كلها بصراحه من اول يوم هم معايا لغايه النهارده، هم اللي ساعدوني ان انا ادخل في الجو والماتشات من تاني، وهم اللي ساعدوني ان انا استعيد مستواي تاني، وهم اللي كانوا دايما بيشجعوني. وطبعا ما اقدرش انسى كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي وكابتن اكرامي على دعمهم المستمر معايا طول الفتره اللي فاتت، حتى قبل ما ارجع من الاصابه يعني. ودي حاجه مش غريبه يعني على النادي الاهلي يعني، فمش اول مره تحصل يعني، وده اللي كنت متوقعه من البدايه يعني. الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب النهارده، مكسب مهم وربنا كرمنا بيه، والحمد لله الفرقه بدات تكسب مباريات وبدانا نعلى بالريتم، وان شاء الله الدوري لسه بدري يعني، لسه في توقف المنتخب وفي لسه 10 جولات في الدوري، في فرقه هتقع وفي فرقه هتطلع، لسه بدري يعني، وان شاء الله احنا قافلين على نفسنا وهنقفل على نفسنا تاني لحد ان شاء الله ما نحسن مركزنا ان شاء الله ونبقى احسن باذن الله. الحمد لله يعني كله بمجهود زمايلي طبعا بيساعدوني ان انا ارجع لمستواي تاني، الفتره اللي فاتت كنت في دروب يعني، بس الحمد لله بدوست على نفسي وبدات ارجع لمستواي تاني ان شاء الله، وباذن الله طموحي القادم يعني باذن الله المنتخب، باذن الله ارجع المنتخب تاني، عشان الحمد لله انا كنت من في المنتخب يعني، كنت من الناس الموجوده دايما، فان شاء الله ده من اكيد من ضمن طموحي الفتره الجايه باذن الله.